ثواني، انا هو لبس البحر ايه؟ المفروض البس ايه على البحر؟ اسدال؟ لا، لبس البحر هو لبس البحر. لو رايحه تسهري مش تلبسي لبس سهر؟ فكل مكان ليه لبسه. انا زي اي بنت، مش لازم بقى اقول لك فنانين، لا، هو اي بنات في سني واصغر مني مش بيروحوا البحر مش بيلبسوا مايوه. اشمعنى انا ما البسش؟ مش انا حره؟ طيب اشمعنى انا معيش حياتي زي ما الناس كلها عايشه؟ اشمعنى في ناس بتعمل الكلام ده وما بيتقالش عليها حاجه؟ عشان انت صورتك في اذهان الناس مختلفه عن الصوره اللي عم بتحاولي. ده بيرجعنا للسؤال اللي سالتك اياه بالاول. الناس شايفاك البنت البريئه الكيوت، فجاه لقينك عايشه حياه مختلفه، صوره مختلفه. واللي زاد الموضوع الطين بله مثل ما بيقولوا، لما طلعت قلتي انا بادي الادوار دي وما باديش الادوار دي، فتاهت تاهت منهم. لا، انا هقول لك، انا هشرح لك الموضوع كله. انا زي ما قلت لك، انا زي اي شخص، مش زي اي فنان، لا، انا زي اي شخص طبيعي بيمارس حياته الطبيعيه بالشكل الطبيعي. في الصيف بروح اصيف، في الشتاء بقعد في بيتنا، دي حاجه طبيعيه الناس كلها بتعملها. لكن الحاجه اللي هتقعد لي الحاجه اللي في شغلي اللي هتقعد لي، انا حابه ان انا اقدم نفسي. يعني انا ما طلعتش قلت على فكره اللي بيتبسوا او كذا او كذا دول ناس مش عارفه ايه، انا ما طلعتش قلت، انا بتكلم عن نفسي. انا بعد 20 30 70 سنه زي ما قلت لك هيبقى عندي اطفال ان شاء الله. الاطفال دول مش حباهم، يعني انا حباهم يبقوا شايفين امهم بصوره معينه. فانا بتكلم في اللي هيعيش لي حياتي بقى، انا حره فيها، هرجع استغفر يا ستي، خلاص ربنا هيسامحني. لكن الحاجات اللي هتقعد لي انا حره اتحكم فيها من دلوقتي. اختيارات، ودي حاجة مش دي اختيارات بالظبط. ودي حاجة على فكرة مش غلط، يعني اتليست لو في حاجة ضاعت مني الحق التانية بس. طب بتتعصبي بسرعة صح؟ قوي. عشان رديتي على احدى المتابعات قالت لك هتروحي من ربنا فين؟ فين؟ وانت جاوبتيها، وده قليل تا يحصل. يعني عادة احنا بنسمع تعليقات سلبية بنقول كبري او ما بشوفش التعليقات او ما بقراش التعليقات. انت قصدت انك تردي عليها. ايوه. ليه؟ رديت عليها على فكرة، قلت علشان إيه؟ علشان هي ما تعرفش علاقتي ايه بربنا علشان تحكم عليا. هي ما تعرفش ايه علاقتي. ده نموذج بقى من نماذج كتيرة يعني. على فكرة احنا، انا مش بس اللي محكوم عليا بكده. لا لا، ده احنا كلنا الفنانين وكل المجال صح. الفني والاعلامي الفني والاعلامي صح. كلهم فاكريننا ان احنا ناس يعني ما نعرفش ربنا. لا، احنا مش عشان بنطلع على الشاشه وبنعمل وبنمثل وكذا وبنمثل وبنعمل وبنلبس والكلام ده يبقى احنا ما نعرفش ربنا. انتوا ما تعرفوش علاقتنا بربنا ايه، انتوا ما تعرفوش. واللي ما يعرفش ما يتكلمش. وعايزه اقول لك حاجه، تعالي اطلع واتحجب واقعد واقول قال الله وقال الرسول وكذا وكذا وانا بعمل بلاوي، حد هيعرف؟ بس هيقعدوا الله ويسقفوا لي وهم مش عارفين. يبقى انا بقى في الاخر، يبقى في الاخر بقيت اقول لنفسي ايه، لا خلاص بقى مش هاممني بقى الناس ورايهم فيا، طالما انا بعمل الصح اللي بيرضيني وبيرضي ربنا وبيرضي اهلي، الناس اللي يهموني ويخصوني ونفسي اولا. يبقى خلاص. يبقى لسه بيضايقك الموضوع مثل بدايته؟ لا، ما بقاش بيضايقني خالص، ما بقاش بيضايقني. بس اكتر حاجه بتضايقني يا رغدة انه الناس مش عارفين حاجه. فعلا انتوا مش عارفين اي حاجه بجد، انتوا مش عارفين 5% من حياتي. في ناس لو جت عاشت اللي انا عاشته وشافت اللي انا شفته وتعرضت للي انا تعرضت له، والله ما هيستحملوا على فكره خالص، ويتحكم عليهم زي ما بيتحكم عليا. وانا اصلا ما بعملش حاجه خالص، ما بعملش حاجه فعلا. انا شخص طبيعي جدا، يعني بخلص تصوير بروح على بيتي انام. في الصيف بسافر مع صحابي الساحل او بسافر اي مكان، بتبسط بحياتي. انا عندي 22 سنه، انا لسه صغيره يعني، بتبسط بحياتي، ده من حقي، انا حره. يعني انا بشتغل وبتعب وبيطلع عيني في التصوير، وانت عارفه يعني ايه تصوير، وانت عارفه يعني ايه بيطلع عينينا والناس ما تعرفش، ويتقال لك في الاخر ايه ده، بيروحوا بس يقولوا كلمتين وياخدوا فلوس لا خالص. كل حد بيتعب في شغلانته. الرجل الاعمال اللي هو رجل الاعمال، هو ما هو يعني شال الطين علشان يبقى في الحته دي عشان يبقى مرتاح. احنا بقى بنتعرض للعالم كله بيحكم علينا وهم اصلا مش عارفين احنا جوانا ايه. والاحكام دي في حد ذاتها لوحدها بس تسبب لك مشاكل نفسيه لوحدها بس. صح.
غير مشاكل الشغل، غير مشاكل الاهل، غير مشاكل الماديه، غير مشاكل اجتماعيه. وقدره على التحمل نجيبها منين؟ ده اللي بيحصل، بصير في انفجار بمكان ما. دي حقيقه. ولما تيجي تنفجري، لا مش من حقك تنفجري، احترمي نفسك وانت بتتكلمي، مش عارفه ايه، لا تخرسي بقى، لا مش هخرس، اخرس ليه؟